الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بالجميع في محاضرة مبادئ التسويق للطلاب الانتساب. كل عام وأنتم بخير، عاد علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والعافية واليمن والبركات. وأنت بصحة وسلامة يا أخ فهد. اليوم إن شاء الله حنتكلم عن الفصل الخامس والفصل السادس. حنبدأ نتكلم في المزيج التسويقي، المزيج الأول اللي هو المنتج، وحنتكلم إن شاء الله على المزيج الآخر اللي هو التسعير. فيما يخص المنتج، المنتج هو عبارة عن مجموعة من الصفات الملموسة وغير الملموسة التي يقدمها البائع للمشتري، والتي تشبع الحاجات والرغبات الإنسانية. يا أخ ماجد، المحاضرة مسجلة الآن، مسجلة، والمحاضرات اللي فاتت على ما أعتقد كانت كلها مسجلة لكم، يعني كل المحاضرات على ما أعتقد. في شيء ما هو غير مسجل؟ طيب، المنتج هو عبارة عن مجموعة من الصفات الملموسة وغير الملموسة التي يقدمها البائع للمشتري، والتي تشبع الرغبات، الحاجات والرغبات الإنسانية. عند دراسة المنتج يمكن التفرقة بين السلع والخدمات. يعني المنتج بشكل عام ممكن يكون زي ما تكلمت في أول محاضرة، ممكن يكون سلعة، ممكن يكون خدمة، ممكن يكون فكرة. كيف نفرق بين السلع والخدمة؟ السلع هي المنتجات التي لها صفة ملموسة مثل السيارات والفواكه. الخدمات ليس لها صفة ملموسة مثل أي استشارات، مثل استشارة الطبيب، الاستشارات المالية التسويقية القانونية، هذه كلها تعتبر خدمات. هناك صفات أخرى أيضا تميز السلع عن الخدمات، مثل عدم انفصال الخدمة عن منتجاتها. ومؤخرا أنه ترتبط كثير من الخدمات بالسلع، لأن المسوقين يبغوا يضيفوا الخدمات اللي ممكن عن طريقها يعني تقدم ميزة تنافسية عن الآخرين أو المنافسين الموجودين في السوق. فيما يخص المنتج، المنتج من تعريف المنتج ممكن نستنتج 3 أشياء: إنه في وحدة للمنتج، في خط للمنتجات، في مزيج سلعي. وحدة المنتج هي عبارة عن وحدة متميزة كما وشكلا وسعرا. خط المنتجات اللي هو خط المنتجات اللي موجود. والمزيج السلعي هو عبارة عن مجموعة من المنتجات التي تقدمها المنشأة للمستهلك. طبعا حتكون في السلايد هذه الأمور أوضح. لما نيجي نتكلم عن المزيج السلعي بالنسبة لشركة ما، المزيج السلعي ممكن يكون عندهم ثلاجات، ممكن يكون عندهم غسالات، ممكن يكون عندهم كيفات. طب للعمق، عمق المزيج السلعي للمزيج السلعي الأول اللي هو خلينا نقول الثلاجات، العمق في فريزرات، في ثلاجة كبيرة، في ثلاجة صغيرة. للغسالات، المزيج السلعي الثاني اللي هو الغسالات، العمق في غسالات يدوية، غسالات نصف أوتوماتيك، وفي غسالات أوتوماتيكية، وهكذا. هذا فيما يخص إيش العمق المزيج، المزيج السلعي وعمق المزيج السلعي. تقسيم المنتجات، طبعا النوع الأول اللي هو السلع الاستهلاكية، والتصنيف هنا على أساس العمر الإنتاجي. في سلع معمرة وغير معمرة. السلع المعمرة اللي هي بتكون تستهلك خلال مدى زمني معين مثل السيارات. الغير معمرة هي التي تنتهي بمجرد استهلاكها المرة واحدة فقط مثل الطعام. والتصنيف، في تصنيف آخر اللي هو التصنيف على أساس صفات البحث عن السلعة. في السلع الميسرة، السلع الميسرة في سلع رئيسية. السلع الرئيسية اللي هي بنشتريها يوميا مثل الخبز والماء. سلع النزوة هي اللي تشترى من غير أي تخطيط مسبق مثل الألبان والشوكليتس، وهذه دايما بنلاقيها مثلا عند الكاشير، وحتى وضعها
أمام الكاشير، لأنه غالبا لا يوجد لها أي تخطيط، فبالتالي المستهلك ممكن يشتريها كذا فجأة، عشان كذا سميت سلع النزوة. سلع الطوارئ هي تلك السلع التي يقوم المستهلك بشرائها لمواجهة الطوارئ، مثل اشتداد حرارة الشمس أو نزول الأمطار. فيما يخص أيضا تقسيم المنتجات، عندنا سلع التسوق. سلع التسوق هي اللي بتركز على التميز بالنسبة للمستهلك، وتكون فيها مقارنة للأسعار أيضا بالنسبة للمستهلك، مثل النوعية والصيانة. وهنا غالبا بتكون زي الأدوات الكهربائية والمنزلية والمفروشات. السلع الخاصة اللي هي بتكون شراءها دائما، غالبا ما تكون شراء، أو الهدف من الشراء هو الاقتناء. وهنا غالبا تتمتع السلع بخصائص مميزة أو علامة مشهورة، مثل السيارات الفاخرة والملابس والأحذية. المنتجات الصناعية يمكن تقسيم المنتجات الصناعية الآتي: عندنا المواد الخام اللي هي مثل الحديد والخشب، الآلات الأساسية اللي هي غالبا تكون الآلات والمعدات الثقيلة، المعدات التكميلية اللي هي الستيشنريز زي اللوازم المكتبية وأجهزة الكمبيوتر، الأجزاء اللي هي بتكون مثل قطع الغيار وكفرات السيارات، المستلزمات اللي هي الأدوات المكتبية والأوراق، والخدمات الصناعية اللي هي بتكون عبارة عن الاستشارات بمختلف أنواعها. أي منتج يمر في دورة حياة منتج معينة. دورة حياة المنتج هي المرحلة الأولى اللي بيكون فيها مرحلة تقديم المنتج للسوق، المرحلة الثانية اللي هي مرحلة النمو، المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة النضوج، المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة التدهور. دائما في مرحلة تقديم المنتج للسلعة اللي هي المرحلة الأولى، دائما يكون في توقع لانخفاض المبيعات، لأن المنتج بيبدأ من الصفر. بعد كده بيبدأ تزداد المبيعات قليلا قليلا، عدم طبعا معرفة المستهلك بوجود السلعة وخصائصها. رقم 2، نتيجة لانخفاض المبيعات وارتفاع التكاليف، غالبا مؤسسات الأعمال لا تتوقع تحقيق أي ربح، وإنما تتوقع إيش خسائر. غالبا تكون في مخاطر كبيرة من فشل السلعة. مرحلة النمو، غالبا تزداد الأرباح بنسبة كبيرة لزيادة المبيعات، تقل نسبة الوحدة للتكاليف، لأنه هنا تبدأ ممكن الشركة تبدأ تتوسع أو يزيد الإنتاج، فيقل تكلفة إنتاج الوحدة. لكن أيضا في المرحلة هذه يكون في وجود منافسين جدد في السوق، يزداد الطلب طبعا أيضا في مرحلة النمو. في مرحلة النضوج تزداد المبيعات، في المرحلة هذه تستمر الأرباح بالانخفاض قليلا، تزداد المصاريف التسويقية وبالخص ما يتعلق بالترويج، لأنه خلاص المستهلكين بدأوا يعرفوا المنتج، فتحتاج الشركة إنها تروج منتجاتها. يبدأ عدد كبير طبعا من المنافسين في المرحلة هذه الخروج من السوق. المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التدهور والخروج من السوق، اللي هي هنا تستمر المبيعات والأرباح في الانخفاض، ممكن يكون بشكل سريع أو يكون على مدى زمني طويل. يبدأ الكثير من المنافسين الخروج من السوق، طبعا تبدأ محاولة تخفيض التكاليف الإنتاجية والتسويقية إلى أدنى حد. طبعا المرحلة هذه ما هو شرط كل الشركات تمر فيها، يعني في شركات ممكن توقف في مرحلة معينة. الشركة زي شركة بيبسي خلاص وقفت في مرحلة، لها فترة طويلة هي في مرحلة النضج، وطبعا ما وصلت مرحلة التدهور. فالشركة مو شرط أنها تعدي في كل المراحل، ممكن تعدي في مرحلة من المراحل وتوقف عندها. خطوات عمليات الشراء، هنا الرسم البياني هنا بيبين اللي هو السيلز فوليوم، اللي هو حجم المبيعات مع التوقيت. وزي ما بنشوف ان المبيعات في المرحلة الأولى هي الانترودكشن، تبدأ طبعا تكون في مرحلة متقدمة، بعد كده توصل لمرحلة الجروث اللي هو النمو، إلى نشوف هنا المرحلة اللي هي
الماتشوريتي اللي هو النضج، بتوصل المبيعات إلى أعلى سقف. طبعا إذا ما تمت المحافظة من قبل الشركة تبدأ تنخفض المبيعات لتصل إلى الديكلاين اللي هو الانخفاض والتدهور. طول دورة حياة السلع يختلف طبعا باختلاف السلع. في سلع بتستمر أسابيع، في سلع بتستمر شهور وسنين. مثل الملابس، الملابس يتغير الموديل في كل فصل، فممكن تنخفض المبيعات بمجرد أنه أتغير الموديل، وممكن يستمر سنوات طويلة مثل الأساس المنزلي. التدهور والخروج نتيجة لابد منها. إيش الأسباب؟ الأسباب اختفاء الحاجة للسلعة، تغير رغبات الأفراد، التطور التكنولوجي، تطوير سلع أفضل في السوق وأرخص، رغبة المستهلك في التغيير كما يحدث في الملابس. تمييز المنتجات أو البراندينج، أو بما يسمى البراندينج، أو عملية العلامة، تكوين العلامة التجارية. التمييز اللي هو عبارة عن اسم، رمز، تصميم أو مجموعة من هذه الأمور. الهدف منها هو تعرفة المنتج عن المنتجات المنافسة الأخرى. الاسم المميز بيكون طبعا حروف أو كلمات مثل مرسيدس ولا بيبسي ولا سامسونج. العلامة المميزة اللي هي العلامة التجارية أو تريد مارك، بتكون الألوان، لون السيارة، أو علامة مميزة. العلامة التجارية طبعا الهدف منها هي الحماية القانونية أيضا، مو هدف من الأهداف، وليس الهدف، هدف من الأهداف هو الحماية القانونية. الاسم التجاري مثل تويوتا. فائدة التمييز بالنسبة للمستهلك، يساعد المستهلك في تحديد السلع التي يريده وتحقيق الرضا النفسي بالنسبة للمستهلك. فائدة التمييز بالنسبة للمنتج انه يسهل انه يطرح منتجات اخرى تحمل نفس العلامة، تسهيل عملية الترويج. التغليف، لا تقتصر وظيفة التغليف على حماية السلع من التلف. وظائف التغليف: حماية السلعة والمحافظة عليها وظائفها، حماية المستهلك من أخطار السلعة، والمساعدة في تنفيذ طبعا البرامج التسويقية. هذا فيما يخص الفصل الخامس اللي هو المنتج. هتكلم في الفصل السادس. الفصل السادس هيتطرق للتسعير، اللي هو المزيج الثاني من الأمزجة التسويقية. التسعير هو القيمة التي تعطى مقابل شيء معين، والسعر لا يتضمن فقط النقود، كل ما له قيمة ويمكن مبادلته يدخل تحت مفهوم التسعير. إيش أهمية التسعير؟ أهمية التسعير بالنسبة للمستهلك إنه يرتبط السعر في نظر المستهلك بما يتوقع عليه من رضا والإشباع. أهمية السعر بالنسبة للمنشآت هو اللي يحدد الربح بالنسبة لها، وطبعا الربح يسوي العائد الكلي ناقص التكاليف الكلية. وأهمية السعر للمجتمع إنه يلعب دور أساسي في كيفية تخصيص الموارد الاقتصادية. يعني زي لما نشوف إن الآن كيف اختلفت عندنا، مثلا في أسعار أشياء كثيرة اختلفت عندنا، فبالتالي لعبت دور في كيفية تخصيص الموارد الاقتصادية بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للمجتمع. أهداف التسعير طبعا في أهداف مالية. الأهداف المالية الهدف منها اللي هو تعظيم الربح، وأيضا ممكن من الأهداف المالية اللي هو تحقيق أعلى عائد استثماره. هنا بيكون صافي الأرباح في 100 على مجموع الأصول. الأهداف النقدية، هنا تسعى المنشأة إلى تخفيض السعر للحصول على الدخل بصورة عاجلة، يعني تخفض السعر بحيث أنها تنباع منتجات كثيرة أو كميات كبيرة وتحصل على كاش فلو أو سيولة نقدية. الأهداف التسويقية، التسعير من أجل البقاء. هنا المنشأة بتبيع منتجاتها بناء على التكلفة المتغيرة فقط. التكلفة المتغيرة اللي هي الأشياء المتغيرة، التكاليف المتغيرة، ما هي ثابتة. التكاليف الثابتة اللي هي بتكون مثل الإيجار مثلا، الرواتب، أشياء ثابتة لكن متغيرة. ممكن التكاليف المتغيرة، ممكن سعر المستلزمات مثلا لمطعم، مثلا من المطاعم ممكن سعر اللحم أو سعر الدجاج يتغير، هذا يعتبر
تكلفة متغيرة. فهنا التسعير من أجل البقاء في السوق اللي هو التكليف، عفوا البيع بناء على بس تغطية التكاليف المتغيرة، يعني هنا ما بيغطي حتى التكاليف الثابتة. التسعير لتحقيق نصيب أكبر من السوق اللي هنا الحصول على أكبر حصة سوقية، هنا يتم بيع المنتج أو تخفيض أسعار المنتج. التخفيض ممكن يقلل من حجم الأرباح في مدى قصير، لكن لونج تيرم أو مدى طويل ممكن الشركة تحقق، أو أكيد إن الشركة هتحقق أرباح عالية. التسعير لضمان نوعية معينة من المنتج، هنا في هذه الحالة تسعير بأعلى سعر حتى تغطي مصاريف الأبحاث والتكاليف. مثال هنا اللي هي شركة مثلا زي شركة بي ام دبليو ولا مرسيدس، عشان ينتجوا المنتج بيصرفوا مصاريف عالية جدا عشان يغطوا هذه التكاليف. العوامل اللي تأثر في عملية التسعير زي ما بتشوف هنا، قرار التسعير بيأثر عليه أهداف التسعير اللي أخذناها، التكلفة طبعا هنا التكلفة الثابتة والمتغيرة، عوامل القانونية والتنظيمية، البيئة التنافسية المنافسين، توقعات الموزعين، مفهوم السعر لدى المستهلك، وأهداف المنظمة والأهداف التسويقية. أهداف العامة والأهداف التسويقية طبعا هنا لازم ما يتنافى التسعير بالنسبة للمنتج مع أهداف المنشأة. أهداف التسعير تكلمنا فيها، التكلفة لازم تراعي المنشأة أنها بتغطي تكاليف الكلية اللي هي الثابتة والمتغيرة. أيضا لازم يؤخذ في الحسبان مدى أهمية السعر بالنسبة للمستهلك. البيئة التنافسية، الشركة تتأثر بطريقة تسعير المنافسين في السوق، زي ما بنشوف مثلا شركة اس تي سي ولا موبايل ويزن دائما بتكون أسعارهم متقاربة. توقعات منافذ البيع، هل هو جملة ولا تجزئة، هذه أيضا تأثر في إدارة العمليات وكيف يتم التسعير. والعوامل طبعا القانونية والتنظيمية. طرق التسعير، فيها التسعير على أساس التكلفة اللي هو يسمى المارك أب، اللي هو المارك أب. هنا يمكن أن تحسب الـ يكون الـ تحسب التكلفة وبناء عليها هامش ربحية. مثلا لو انه المنتج سعره تكلفته الثابتة والمتغيرة 10 ريال، بتضيف عليه الشركة مثلا، الشركة بتبيعه ب15 ريال، يصير هنا بيكون في 5 ريال اللي هي الربحية. التسعير على أساس الطلب، هنا التسعير بيكون بناء على الطلب، إذا الطلب مرتفع فالسعر بيكون عالي، وإذا الطلب منخفض بيكون منخفض، زي ما بنشوف في بالنسبة لحجوزات الطيران والفنادق. التسعير على أساس المنافسين، هنا زي ما ذكرت إنه بيكون التسعير بناء على جهود المنافسين وتسعيرهم في السوق، زي سوق الاتصالات عندنا. هذا فيما يخص فصل التسعير وفصل المنتج. هل في أي سؤال يا شباب؟ في أي سؤال يا شباب؟ واضح الأمور؟ طيب، الباب السابع، لا إن شاء الله المحاضرة القادمة إن شاء الله حيكون حنتكلم عن الفصل السابع والفصل الثامن، والمحاضرة الأخيرة حيكون الفصل التاسع، لأنه أنت عندكم 6 محاضرات وإحنا لازم نتكلم. أنا أوكي، يصير ممكن تسمعها بعد كذا غالبا، إنه ممكن يوم السبت. إحنا الآن هذه المحاضرة الثالثة، باقي لنا 3 محاضرات. هذه المحاضرة أخذنا في المحاضرة الأولى الأول والثاني والثالث والرابع، والآن هذه المحاضرة الثالثة الخامس والسادس. باقي 3 محاضرات، يعني احنا هنحاول ان نخلص في المحاضرة الخامسة او السادسة. بالنسبة ليوم السبت لسه ما تحدد هل في محاضرات يوم السبت او لا، بس هو غالبا حيكون في 6 محاضرات لكل مادة. بتجلس مسجلة في السنتر لين قبل الاختبارات، حتى يعني لين نهاية الترم بتكون مسجلة المحاضرات.
طيب يا شباب، في أي سؤال؟ طيب يعطيكم العافية، ونلتقي فيكم ونلتقي فيكم إن شاء الله خلال المحاضرة القادمة. يعطيكم العافية شباب، إن شاء الله إن شاء الله أتمنى أنكم استفدتوا من المادة، وأنكم تستفيدوا من المادة. إن جنرال علم التسويق يعني علم ممتع، يعني العلم ممتع خصوصا في اللي يبغى يفهم، يعني موضوع في كثير من الطلاب ياخذ ان التسويق حفظ، والتسويق ابدا مو حفظ، التسويق فهم، لانه يحتاج تطبيق في مجال العمل. عموما الله يعطيكم العافية، وكل عام وانتم بخير، نلتقي فيكم ان شاء الله خلال المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.